بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك. إلهي إني أقسم بك عليك، إلهي إني أتوسل إليك بك، إلهي كما كنت دليلي عليك فكن شفيعي إليك. إلهي إن حسناتي من عطائك وإن سيئاتي من قضائك، فجد اللهم بما أعطيت على ما به قضيت لتمحو ذلك بذلك، فلا لمن أطاعك فيما أطاعك فيه له الشكر، ولا لمن عصاك فيما عصاك فيه له العذر، فأنت قلت وقولك الحق، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. وقدس الله سر من علمنا هذه الأحزاب وتركها لنا، وكان يقول: لو غاب عني حبيبي ما عددت نفسي من المسلمين. فيتنافس معه خليفته: لو غاب عني حبيبي ما عددت نفسي من الأحياء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، والذي أودع في قلوبنا هذه البشارة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: هي حلق الذكر أو مجالس العلم. ورضي الله عن شيخنا الذي أودعنا النضة الزائدة فيما ورثه عن سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم، نجلس مع من نجلس، ونروح ونجيء مع من كان، ونسمع كرامات وأسرار، ولكن حينما تلتقي بشيخك يمنحك هذه النبضة الزائدة التي تحلو بها الحياة وترى بها الطريق قدامك. نعم، رضي الله عن شيخنا سيدي الشيخ الدكتور علي جمعة، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، رضي الله عنه وأرضاه، والذي نسعد دائماً أن نجلس بين يديه، يمنحنا نظرة من نظرات سيدنا صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فحينما نظر إليهم جعلهم عدول، وحينما ينظر إلينا شيوخنا نرتقي. نعم، إن أحببت شيخك فإن فيك خيراً، وإن أحبك شيخك فإن فيك سراً، ولا تزال بحبك لشيخك ترتقي، ولا تزال بحب شيخك لك تنطبع صورته فيك، فيأخذك إلى الحضرة، إلى حضرة سيدنا صلى الله عليه وسلم في مقام التسليم. قالوا: حرام أن أحبك أكثر، هذا لأن قليل حبك أسكر. خبأت قلبي من سهامك، قال لي عند احتضاري: يحمد الحب السرى، ما في بني النجار مثلي عاشق، فرش الفؤاد لحرنا عليك بيدرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. بإذن مولانا الإمام، وببركة حضوره وبمدده الموصول إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم، نفتتح الموسم الصديقي الثقافي في طريقتنا الصديقية المباركة العلية، لنفتح الآفاق ونغوص معه في الأعماق، لنكتشف اللآلئ والمحار، وليعبر بنا في هذا الطريق كما يقول شيخنا: الطريق إلى الله هو العبور من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية. نعم، سيفتح الحوار وستكون الأسئلة بين يدي مولانا لنجيب عليها، هذا الحوار المفتوح الذي يأتيكم في هذا المساء الجميل ببركة وحضور مولانا، من خلال هذه الكلمة التي نستمع إليها من مولانا في بداية هذا الإذن المبارك
لنتعرف أكثر وأكثر على ما سيكون عليه حالنا في هذا المنتدى الصديقي الثقافي بحضوركم، فأهلا بكم وسهلا وسعدنا بمقدمكم. كلمة فضيلة مولانا الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في الطريق إلى الله قام أهل التصوف رضي الله تعالى عنهم باستنباط أركانه وشروطه ومراحله وتدرجاته وأنواعه ومراتبه للترقي إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من أهم ما اتفقوا عليه الصحبة، فالصحبة قد تكون بالأشباح وقد تكون بالأرواح، وكلاهما ضروري من أجل الترقي في طريق الله إلى الله سبحانه وتعالى. والصحبة أخذوها من تلك العلاقة الربانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين سيدنا وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، كونت ركن الصحبة. ونرى كيف اختلط أبو بكر في روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان كما ورد في السير يسير خلفه خوفا من أن يؤتى من خلفه أو يعتدي عليه معتد جاهل من جهة الخلف، فما يلبث إلا أن يتحول عن يمينه خوفا من أن يأتيه شيء من عن يمينه، وما يلبث إلا أن يذهب إلى يساره حتى يحميه من عوادي اليسار، ويقلق فيتقدم أمام رسول الله خوفا عليه. كل هذا من أثر الصحبة. لما صاحب رسول الله صار هكذا، لا يستطيع الفكاك منه ولا التوجه إلى غيره ولا أن يعيش وحده. ورأينا هذه الصحبة بآثارها عندما ثقل الضغط من المشركين على سيدنا أبي بكر، فقرر أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر. وأبو بكر رجل دولة يصلح لأن يكون خليفة للمسلمين، وقد كان. فهو عندما يتخذ القرار يتخذه بعد أن فكر في مآلاته وأسبابه ونتائجه وما يترتب عليه، وكان سيترتب على ذلك أن يبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أشد إيلاما عليه من مفارقة الأهل والأوطان. فتعرض له المطعم تعرض له وقال له: أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب إلى الحبشة، أذاني قومك. فقال: أمثلك
يخرج من هنا هذا عار علينا، ورجع وجعله في جواره. فوافق أبو بكر لأنه لا يستطيع أن يغادر رسول الله، ولا يستطيع أن يقطع تلك الصحبة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا الصاحب ثاني اثنين صارت في المناهج التربوية في الأزهر الشريف، ثم أخذها علماء الجامعات في العالم، ويسمونها في الإنجليزية one by one، يعني ثاني اثنين، بس هناك في أي حتة، لكن عندنا إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. الصحبة صارت أساساً من أسس الطريق، ولذلك كلما التقى المريدون والإخوة بعضهم مع بعض ومع شيخهم، كلما كان هذا اللقاء محققا لتلك الصحبة التي جعلها الأكابر ركنا من أركان الطريق. فيخرج الإنسان بعدها منشرح الصدر، ويخرج الإنسان بعدها وقد قويت بصيرته، ويخرج الإنسان بعدها وقد حسن حاله. أحدهم غاب عن سيدي الشيخ البغدادي، فلما جاء بعد مدة مديدة 3-4 شهور، فالشيخ البغدادي قال له: أنت فين؟ قال: والله أنا مليء بالمشكلات والمعضلات والقضايا، ولم أرد أن آتي بهمومي حتى لا أعكر على إخواني. فقال: فما بالك لو أتيتنا لدعونا لك. قال: ادعي لي. فدعا له، فذهب ما كان عنده كله. فالصحبة حارص عليها أهل الله، ومثل هذه اللقاءات التي نلتقي بها في هذا العصر النكد الذي قد امتلأ بالشواغل والمشاغل فوق ما كان في كل العصور، من تلك الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة التي غيرت وجه يوم الإنسان، فلم يعد نستطيع أن نعيش أمسنا في يومنا، ولم نعد نستطيع أن نعيش يومنا في غدنا. تدهور وتطور وفتن واختلافات تجعل الحليم حيرانا، كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. فاللقاء هذا الذي نحن فيه لقاء ندخل إليه من هذا المعنى من الصحبة، وأنها ركن من أركان الطريق إلى الله، وأنها لها من الآثار النفسية والروحية، ولها من الآثار الشرعية والدينية، ولها من الآثار الاجتماعية والنفسية ما الله به عليم، يعني لها فوائد لا تحصى ولا تعد ولا ترتب، ولا نعرف مبتدأها من منتهاها. وبهذا الحديث وتلك الكلمات نستمع إلى الإخوة، لأنهم رأيتهم كل واحد ماسك حاجة، 2 ماسكين و2 مش ماسكين. يعني على أساس أنهم هيكلموني، يعني يسألوني وكذا إلى آخره ويحرجوني. والله سبحانه وتعالى هو المستعان، فصبر جميل والله المستعان.
على ما تصفون. فالمستعان هنا يعني هو الله. فبسم الله تفضل. تستضيف المنصة بجوار مولانا في هذه الفاعلية وافتتاح. اختصر يا شيخ حسن، يعني هم كلمتين ربط كده. انت اسمك مذيع الربط، انت مش بتقدم برنامج على فكرة، انت اسمك مذيع الربط. يعني هو الكلمة الآن عند فلان كده. فضيلة الشيخ محمد عوض المنقوش يبدأ بالكلمة. يلا ده كده مش هنخلص العشاء. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءتهم المهمات والمدلهمات يفزعون إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نفزع إليك سيدنا فيما يلم بنا في هذا العصر من إشكاليات لا نجد لها حلا. ومن هذه الأمور التي لم نعرف لها الجواب ما يتداول بين شباب العصر من مفهوم تحقيق الذات والاستقلالية، ويرون بأن ذلك يتعارض مع سلوك طريق أهل الله، وأن ذلك يفقدهم أن يكون لهم تحقيق للذات وأن يكون لهم رأي مستقل، حتى أنهم جاءوا بهذا على وجه آخر مما سبق من تلك الفرقة النابتة التي تعارض الواسطة وتعارض أن يقودها أحد إلى طريق الله، كما قاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالمين إلى رحمة الله. فالسؤال هنا: هل الطريق والشيخ يلغي الاستقلالية والذاتية كما يراها هؤلاء الشباب الذين يتداولون هذا الكلام بكثرة بينهم؟ من أين منبع هذه الألفاظ الاستقلالية والذاتية والإيجو والنفس والكذا إلى آخره؟ منبعها من أي شيء؟ من رؤية كلية تسمى في الإنجليزية بارادايم شيفت. البارادايم شيفت بتاعهم يرى أن هذا الكون يجب علينا أن ندرسه. من أين أتينا؟ لا نعرف. من أين سنذهب؟ لا نعرف. وليس لنا يعني إلا أن ندرس حتى نعرف. فأصبحت الأسئلة الكبرى أسئلة نهائية، يعني تحتاج إلى علوم حتى نصل إلى الإجابة. فأنشأوا علم الجيولوجيا وعلم الأنثروبولوجيا وعلم البيولوجي وعلم وعلم كذا، ابتغاء الإجابة على هذه الأسئلة. أما نحن فقد آمنا بالله لما تقرر عندما رأينا الكون من حولنا في العالم العلوي والعالم السفلي، ولما تقرر من أننا قد دعوناه فاستجاب لنا، ليس بمئات المرات ولا آلاف المرات ولا مئات آلاف المرات، بل بصورة دائمة لا تحصى ولا تعد، نقول يا رب فيستجيب لنا. الذي يستجيب وهم من الأوهام. نظرية التكرار الثابتة المثبتة لأحقية الوجود جربناها فوجدناها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم إننا جربنا أن نفكر في أن نكون ملحدين ولا متغافلين فلم نستطع. مش في حرية في الاعتقاد؟ في حرية في الاعتقاد. تركتك أيها الإنسان بتاع الاستقلالية ولو كنت تدخل النار، فلما لا تتركني أن أدخل الجنة؟ شيء غريب عجيب يريد أن يحملني حملا على ما يراه في ذهنه. من هذا النموذج المعرفي البارادايم نشأت فكرة الفردانية،
نشأت فكرة أن يعيش الإنسان كما يشاء، يفعل ما يشاء، وتحول مفهوم الحرية الممدوح إلى مفهوم الفوضى المذموم، تحول هذا إلى تحقيق الذات، فأصبح مصطلحا خبيثا يعني الكبر. تحول هذا إلى مجموعة من الصفات والأخلاق كلها تعارض الأخلاق المطلقة التي علمتنا إياها الأديان وخاصة الإسلام، وأصبحت هناك مفاهيم مرتبة لكنها لا تؤمن بالله ولا بوحيه ولا بتشريعه ولا بيوم آخر، فعاشت وحدها منعزلة. وعاش المسلمون بإيمانهم، وتعجب هؤلاء من أولئك: لما تتمسكون بدينكم؟ لأننا نعيشه، لأننا نصلي لله 5 مرات في اليوم فنشعر براحة، وعندما نترك الصلاة نشعر باكتئاب وضيق، وهو ما ملأ عيادات الطب النفسي منكم. فهذه الألفاظ وتلك المعاني وهذه الأحوال التي يعلنها هؤلاء لا يستطيعون أن يغيروها إلا بالإيمان. جلسنا معهم عبر 50 سنة مضت، وكان أحدهم يقول: أنا أشعر أنني في جهنم وأنا في الحياة الدنيا، وهذا لا أستطيع الفكاك منه ولا الخروج منه، وكلما أردت أن أوقف هذا حتى لا أتألم هذا الألم المستمر لا أستطيع. فقلت له: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقلت له: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. صدق الله، رأيناها بأعيننا، لا يستطيع أن يتحكم في قلبه ولا يقدر حتى على الخروج من الألم النفسي الذي يعيش فيه. إذن هذه المصطلحات ولدت مصطلحات كثيرة مثلها، مثل الشفافية. وما الشفافية؟ أن تبوح بجريمتك دون خجل. قلنا لهم: هذا موجود عندنا باسم المجاهر، يغفر الله للجميع إلا للمجاهرين. قالوا: ومن المجاهر يا رسول الله؟ قال: الرجل يفعل الذنب بالليل يستره الله، يقوم يقول فعلت كذا وكذا. شفافية، ويعني لما أقول استهانة بالذنب واستهانة بالتكوين الاجتماعي للمجتمع واستهانة بطاعة رب العالمين، كل هذه الاستهانات التي يعيش فيها يصور له الشيطان وتصور له نفسه أنه يحقق ذاته وأنه يتمتع بحرية، وهو يتمتع في الحقيقة بكبر، ويتمتع بفوضى، ويتمتع بتفلت وليس بحرية. إذن فلا بد علينا من تحديد معاني المصطلحات. برنامج
كنا بدأناه من أكثر من 30 سنة، حيث لاحظنا أن المصطلحات بدأوا في حالة الاحتلال فالاختلال في معانيها. المصطلح له تعريف، ونقول هذا بالتعريف يقتضي كيت وكيت عند العقلاء في الأرض كلها، ولكن هنا اختل المفهوم وأصبحت الشفافية التي هي صفة طيبة ندعو إليها بضوابطها وشروطها أصبحت تفلتا. أصبح الحرية بضوابطها وشروطها أصبحت تفلتا وفوضى. أصبحت الخلوة التي تفيد في تربية الفردانية بمفهومها الصحيح أصبحت هي نوع من أنواع عدم الالتفات إلى أحد في الكون، وعدم الالتزام بأمر من الأوامر، وعدم الالتزام بأي شيء حتى بالقانون. وهنا يروا أن هناك محددات للعقل، هذه في صورة ما بعد الحداثة المتطرفة التي لم تعد متطرفة الآن، بل أصبح هناك أكثر منها، وهم دعوات النيو إيج، أن هناك قيود يجب أن نرفعها، قيد الأسرة وقيد اللغة وقيد الدولة وقيد الدين وقيد الثقافة، وحينئذ يصير الإنسان بهيمة، وحينئذ يتمتع بذاته ويفعل ما يشاء، والله أعلم. رضي الله عنكم وأرضاكم سيدي. في دراسات علم اجتماع التدين وصلنا إلى 7 سمات في سمات الإنسان المعاصر، هي زيادة الفردانية وزيادة المزاجية وزيادة التشكك وزيادة الإحباط وزيادة المظلومية وزيادة الحساسية وزيادة العشوائية. وقع في أحوال كثير من الناس، حتى هناك أصبح هناك مصطلح بسبب كثرة المظلومية، أن الناس أصبحوا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ينقلون المظلومية من الآباء إلى الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحيان يصل بهم الحال إلى أن يتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى بتلك المظلومية حتى في الدعاء. فأصبح عندنا مصطلح اسمه جيش الزعلانين من الله. كيف نتعامل مع هذه الظاهرة التي في الحقيقة هي ظاهرة ليس فقط تعوق الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بل تعوق السلام المجتمعي وتعوق أيضا الحياة الرشيدة. شكرا سيدي. نربي أولادنا على التسليم والرضا والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا من بدايات النشأ، لأن أسراب الزعلانين من الله سبحانه وتعالى كثيرة، بل كثير منهم يعدون أنفسهم ملاحدة، وهم ليسوا ملاحدة، هم يقرون بوجود الله ثم زعلانين منه، فاكرين أنه واحد صاحبه، وما قدر الله حق قدره، وبيتعاملوا معاه على انه هو واحد صاحبه، يقولوا له يا رب احنا دعيناك كتير، بعدين بقى ما استجبتش له ولا حاجه، استجب لي دلوقتي، ما زعلان على فكره، وعلشان الزعل ده في الصلاه عشان انت تزعل كمان، يعني هو فاكر انه واحد صاحبه، وربنا سبحانه وتعالى لا يناله منا ضر ولا نفع ولا أي حاجة، لأنه خارج هذه الأكوان. ف
فالرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. ولذلك لا يناله منا ضرر، فهو صبور مطلق، وأنت لا تضر إلا نفسك. لما سبت الصلاة عشان زعلان ما بتضرش إلا نفسك، ولكن هذه المفاهيم من التسليم والرضا ومفهوم القدر والتوكل على الله لا تصل كثيرا إلى أذهان الناس كبارا، فيجب علينا أن نبدأ هذا في التنشئة الأولى، بيان صفات الله تعالى كما بينها وبينها أهل السنة والجماعة من أجل هذا، وبيان العلاقة بين الإنسان وبين ربه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك صورة ذهنية سيدنا عن التصوف بسبب ما قامت به التيارات سواء المتطرفة ما يسمى بالسلفية أو حتى التيارات الحداثية، أظهرت التصوف في صورة الانسحاب من الحياة والبعد عن صور تفاعل مع حياة الدنيا. قد يكون أسهم فيها أن في نمط من السادة الصوفية بالفعل كانوا منعزلين، أو حتى الخلوات بنوا بعض الخلوات واشتهر عن بعضهم الاختلاء أو العزلة أو كذا. السؤال، هل هذه الصورة الذهنية إحنا بصدد تغييرها أو نستطيع إن إحنا نغيرها بشيء عملي؟ وإيه هي رسالة التصوف في وقتنا المعاصر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مع الصحابة جبريل، ولما انصرف قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فسأله عن الإيمان فأجابه، فصدقه، فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن أشراط الساعة ومتى هي، فأجاب على هذه الأسئلة الأربعة. أخذ المسلمون هذه الأسئلة من حديث جبريل الذي جاءنا يعلمنا أمر ديننا، وجعلوها مدخلا لتصنيف العلوم، وتصنيف العلوم مرتبط ارتباطا كبيرا بعلم المكتبات. كيف نصنف المكتبة وكيف نبنيها ونجعلها ميسرة في الحصول على المرجع وفي إرجاعه مكانه مرة أخرى، مثل شأن ترتيب الصيدلية، فترى من يقوم فيها دكتور الصيدلي يده على الدواء مباشرة، إذن فهناك سر، لا يمكن أن يكون يحفظ 25,000 عنوان ويكون بهذه الدقة السريعة. هناك مفتاح وهو التصنيف، وكذلك كان عند المسلمين هذا التصنيف، وظل المسلمون يؤلفون في التصنيف المكتبي بناء على التصنيف العلمي بناء على حديث جبريل. فاجعل هناك علوم العقيدة وعلوم الفقه وأصلوه فجعلوا له أصلا، وقعدوه فجعلوا معه القواعد، وعلوم التصوف. فالتصوف علم، ولكنه يتكلم عن القلب وأعماله، ويتكلم عن الترقي في طريق الله سبحانه وتعالى، ويتكلم عن تصفية النفس، ولكن طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فكل شيء يذهبون به إلى الكتاب والسنة من أجل أن يلتزموا بما فيها. الهجمات التي حدثت
وستحدث وهي في ذروتها لم يستطع أهلها أن ينكروا هذا المتفق عليه. فرأينا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما مات دفن في مدافن الصوفية، وهو إلى الآن في مدافن الصوفية، وهو يؤلف كتابا لطيفا في هذا المعنى، وهو التحفة العراقية. والتحفة العراقية كلها تصوف، وتلميذه ابن القيم وهو الذي ينتصر له بكل وسيلة ألف مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وهو من الكتب الموغلة في التصوف، وصار كتابه أكبر كتاب يشرح ذلك الكتاب الذي هو أس التصوف ووضعه. وكان سيدي الشيخ أحمد بن الصديق الغماري يقول أعلم من كتب في التصوف ابن القيم. فابن القيم عندما ألف هذا وألف معه أشياء، هذه الأشياء الكثيرة قد لا نرشد إليها لما فيها من خطأ وخطل في العقيدة، مخالف بذلك جمهور الأمة وأهل السنة، لكن في التصوف كتب كتابات عميقة عجيبة غريبة، وحفظ نصوصا لم تصل إلينا ولا نعرفها إلا من قبيل ابن القيم. فابن القيم رحمه الله تعالى لما ألف هذا الكتاب كأن التصوف قد أرغمه، كأن التصوف قد وجهه، لأنه متفق عليه. ولما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ورأى علماء القصيم يتعلقون كثيرا بكلام ابن تيمية وإن لم يكن عندهم معتمد، لأن علماء القصيم لا يعتمدون ابن تيمية في الفقه، يعتمدونه في العقيدة لكن في الفقه لا. فأتى بأحد العلماء يتتبع المخطوطات في الأرض وأعطى له يعني مالا كثيرا من أجل هذا العمل حتى نجمع جميع ما تحت أيدينا لابن تيمية رحمه الله. وذهب الرجل وبذل جهدا خرافيا عبد الرحمن القاسم وجمع 35 مجلد، طبعتها له المملكة وجعلوا لها فهرس في جزئين، وأصبحت المجموعة 37 مجلد، 35 نصوص وساوت 2 تانيين من كده، وسماها مجموعة الفتاوى الكبرى لابن تيمية أو شيء من هذا القبيل. عبد الرحمن القاسم يسمي الجزء العاشر التصوف، يعني التصوف الذي ألفه ابن تيمية. فإذا يعني بلاش العبط، لأن العبط له نوعان، بسيط رأ واحد كده ومشالتت، العبط المشالتت ده بلاش منه، هجوم هستيري على التصوف من أجل القضاء على الركن الثالث من التصنيف العلمي الإسلامي كما علمهن جبريل، يبقى عبط مشالتت، لأنه لا يقصد هذا، هو يقصد مجموعة متخيلة من البدع والانحرافات والمخالفات
هو يحاول. طب ما ترد على المخالفات زي ما انت عايز وترد، مثل ما بترد على البدع بتاع الطواف او بتاع السعي، لكن اوعى تنكر الطواف والسعي او تطلب ايقافهم، هذه مصيبة. اذن التصوف باقي الى يوم القيامة، وهو التقسيم العلمي والذي له دليل والذي له في كل كلمة منه سند متصل بتفسيرها من لدن سيدنا النبي إلى الصحابة إلى التابعين إلى الأئمة المتبوعين. ولد هذا عند الصوفية طريقة للتفكير، فرأينا المقدسي وهو يؤلف صفوة التصوف، ورأينا الحكيم الترمذي قديما وهو يؤلف نوادر الأصول، أتوا فيها بأسانيد التصوف بالسند المتصل. ورأينا القشيري، ورأينا أيضا الغزالي، ورأينا ورأينا عبر التاريخ حتى استقام الأمر. حديث البخاري، في البخاري يعني خلاص، أول ما نقول البخاري نسلم بصحتي على ما جرى عليه أهل الإسلام. ليه؟ لأن البخاري لم يؤلفه البخاري، ده ألفته الأمة، أمة 70,000 كانوا يقرؤون على البخاري، مسكوا بحثوه كلمة كلمة وحرف حرف فاعتمدوه. البخاري عيني مات والكتاب بتاعه شغال، لأنه كتاب الأمة. في البخاري إن سيدنا أبو بكر مع سيدنا الكبير صلى الله عليه وسلم ماشيين، راحوا لأم معبد، فأم معبد يعني ما عندهاش حاجة، ما فيش حاجة للضيافة، فالنبي عليه السلام مسك شاهة تموت كده خلاص، هي يعني يومين وتموت لأنها مش لاقية تأكل، ومسح على ضرعها فامتلأت لبن. فالست واخدة بالها، الله ده معجزة دي، هو بيعمل ايه؟ زي حليمة السعدية واللي حصل لها لما شافت الآيات تطرى حولها. فحلبوا الشاه، يقول أبو بكر فشرب حتى رويتوا، يعني سيدنا بيشرب وهو بيشبع. أم الصوفية خدوا منها وتتبعوا، هو في حاجة زي كده؟ فبقى المشايخ مع بعضيها يعملوها، واحد يشرب بنية انه يشبع اخيه فيشبع، فقالوا عليه، قالوا الله دي حاجة كويسة، ده في حاجة احنا مش شايفينها، لسه العلم ما توصلش اليها، يبقى يتوصل على مهله ومفيش مانع. والله يعني هل هناك ريز ولا ويفز ولا فوتونز بتصدر من البطن للبطن التانية؟ ما تشوفوا، شوفوا ايه اللي بيحصل. لكن ده اللي حصل، حادثة عايزين نفسرها. ومن التاني النابتة ده يقول ايه؟ لعله خطأ، يخرب بيت الكفر والمشركين، لعله خطأ ازاي يعني؟ ده البخاري، ده اللي أراه ابن مالك، وأراه على اليونيني، أراه على ابن مالك في حضرة 70 عالم في دمشق، فسميت النسخة باليونينية، يعني نسخة محررة غاية التحرير. أم العبيط الله طل، ما هو حاجة بقى حاجة فوق الوصف، يقول لك إيه؟
ازاي ده؟ هو البخاري مات امتى واليونيني مات امتى؟ والله ده في غياب، ده غايب عن عقله وعن الدنيا وعن اللي فيها. طب مش ترد عليا بدل ما تشتمني؟ لا، هشتمك بدل ما ارد عليك، ولا ليها حل. قالوا لسيدنا علي: ايه اصعب حاجة عليك يا امام؟ قال: تفهيم من لا يفهم. ايه ده؟ عايز تفهم؟ تعال بقى ادرس عندنا، هنفهمك من اولها لاخرها. لكن في التلفزيون على عينك يا تاجر، وعايزنا فهم. افهم ايه؟ طب انت هتفهم ولا مش هتفهم؟ طب البخاري كتاب الأمة، مش فاهم يعني ايه كتاب الأمة؟ ودي نسخة اليونانية اللي قرأت على ابن مالك، ولا يعرف ابن مالك ولا ابن عمر. طب ماشي خلاص، مالكش دعوة بينا بقى، زهقتنا. فشرب حتى رويته. ايه ده؟ التاني مش عايز يفهم كده، كأنه ينكر الكرامات، بالرغم انهم لا ينكرون الكرامات ويقرونها، كأنه يعني يستكثر هذا الفهم، كأنه يخاف، خايف علينا نضل يا عيني. لحسن يعني واحد يجي يقول: على فكرة انا شبعت، فيضحك علي وتصبح المسائل ما هيش مظبوط. يا اخي التهي بنفسك، يا اخي عيش مع روحك. فالمهم ان احنا يا شيخ مختار، التصوف في طريقه بيزداد يوما بعد يوم ايضاحا واستدلالا وكذا. احنا لما بحثنا عن كل مؤلف في كلمة الشاذلي، كان واحد بيسألنا بيقول لنا: هو الشاطبي ليه طريقة؟ هو الجزري ليه طريقة؟ احنا عملنا مين المؤلف اللي فيه كلمة الشاذلي؟ فطلعت 14,000 بطاقة. ال14,000 بطاقة دي لقينا الأفراد مكررين، طيب خليهم الكتب بس، فطلعوا 4,500 كتاب، فصنفناهم، دول بتوع قراءات ودول بتوع تفسير ودول بتوع فقه ودول بتوع أصول ودول بتوع لغة من الشاذلية. فدي الأمة، ده الميراث اللي ورثناه عن الأمة، ده طريقة الترتيب المضبوطة عن الأمة. فإذا ما يعني أتى هؤلاء من أجل أن يهدموا كل هذا البنيان العلمي الرصين فإنهم لن يستطيعوا. فاطمئن، ونحن الآن في أدوار متقدمة جدا في خدمة هذا المعنى. تفضل الشيخ عبد العزيز معروف. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي، نجد في بعض القضايا التي تطرح بين الوقت والوقت، وبعض الناس بتدعي أن هذه القضايا قضايا خلافية، مثل قضية مثلا نجاة الأبوين الشريفين. نجاة الأبوين الشريفين، نعم. وبيقول: أنا عندي في التراث الإسلامي ما يدل على أن هذه القضية خلافية، مع أننا نجد أن رأي علماء الأزهر المتأخرين الشيخ الباجوري وإحنا نازلين أن المسألة محسومة والقول بالنجاة. هل اللي بيقول أن المسألة دي خلافية قوله مستساغ ولا لا؟ الحقائق ثابتة والإيمان بها متعين، ده كلام أول السنوسية كده. الحقائق ثابتة، مسألة جرى فيها الخلاف بين الصحابة، هل رأى النبي الله سبحانه وتعالى أو لم يره؟ فبعضهم قالوا بل رأى،
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قلنا لهم طب ومين قال إن الضمير هنا على ربنا؟ التانيين قالوا لم يره، لأن عائشة قالت نور أنى يراه، يعني شوفوا إزاي، يعني ما هو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما هو سبحانه وتعالى عندما أثبت لنفسه النظر أثبتها للوجه لا للمقلة مش للعين. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن خلاف، هتفضل المسألة دي خلاف إلى يوم الدين، حتى لو تبنيت سيادتك تعظيما لشأن رسول الله أنه قد رأى وأن هذه وحيدة فريدة في وسط الأنبياء. رسول الله لا يحتاج إلى مزيد علو وترقي وقرب من الله وتعظيم، ولكن في نفس الوقت واحد مش قادر يعمل لكده، ودي محل خلاف ولها نص يمكن التأويل عليه، فإذا ستظل محل خلاف. الأبوين الشريفين هل هما من أهل الفترة فهم في حالة النجاة، أو أنهما ليس كذلك وهناك حساب يعتريهما، أو أنهما قد أحياهما الله سبحانه وتعالى لنبيه فآمنوا به كشأن أهل الكهف. كل ذلك ما وما ذلك على الله بعزيز، كل ذلك جائز وممكن. وألف السيوطي 9 كتب في نجاة أبوي المصطفى، لكن ستظل المسألة خلافية إلى يوم الدين. فالذي يقول إنها خلافية وهو داخل من هذا المدخل أنه التحقيق العلمي لم يصل عنده إلى إثبات هذا المعنى، لا بأس، لكن هذه مسائل يراد تحويلها إلى قضايا وهي ليست كذلك. هذه مسألة في الفقه، مسألة في العقيدة، مسألة في السيرة، لكنها ليست قضية المسلمين. إن الأبوين الشريفين يعني في حالة النجاة ولا في حالة المحاسبة، ما يشملها يعني. لكن بالرغم من ذلك هي عبارة عن مسألة وليست قضية. كثير من المسلمين يخلط بين الأمرين ويحول المسائل إلى قضايا فيشغل بال الناس دون مشغل. معنى الكلام، أنا أرى أن الأبوين الشريفين في النجاة، وذلك لأدلة كثيرة. فإذا ذكر أحدهم أنا عايز أبحثك في مسألة كده، إيه الأبوين الشريفين؟ أقول له أنت بتقول إيه؟ قال بقول إنهم يعني في عقوبة. قلت له خليك مع وعطك كده، روح عيش مع نفسك، عيش حياتك. قال أنت مش هتناقشني؟ لا مش هناقشك، هضيع وقتي معاك ليه؟ طب أنت زعلان مني؟ مش زعلان ولا حاجة، يعني اجي بكره الدرس؟ ايه تعالى بكره الدرس. يا مش هتدعي عليا؟ لا مش هدعي عليك. دي مساله خلافيه. تحويل المساله الى قضيه ده خطا من اخطاء الفكر الذي يجب ان نتقيه. مجموعه اسئله اخرى ايضا لسيد الضيوف، الدكتور الشيخ محمد عوض المنكوش تفضل. سيدي الإمام، المدارس السلوكية عبر العصور كانت تتسم بالعمل والجهد، وذلك يكون سمة لبعضها، وبعضها تتسم بالذكر وما يعرف بالمدرسة الروحية
أو ما يصفونه بكلمة الحب، وجعلوا هناك تفريق بين مدارس جهاد النفس ومدرسة الروح والحب، ومع أن المدرستين يشتري يعني في بينهم صورة مشتركة متعلقة مثلا فيما يتعلق بالسلوك، بالذكر، بالأسماء المفردة وعلاقتها بالأنفس السبع. فهذا سبق في العصور الماضية وما زال حتى الآن نسلك على يدي فضيلتكم بهذه الأسماء المفردة ونشعر بالتغير في السلوك بها. فهل طريقنا طريق الشاذلية يسلك عبر هذه الأنفس أم عبر المجاهدة أم عبر الحب؟ وما هو الأنسب في عصرنا هذا بما عرفتم وما رأيتم من أحوال الناس في الطريق الأنسب لهم؟ العصر مليء بالشواغل والمشاغل، كثير من الناس يشتغل لتحصيل الرزق، وكثير من الناس يشتغل في إفساد الأرض، وكثير من الناس يشتغل في عمارتها. ولكن الشاذلية عندما يقول سيدي أبو الحسن نحن نأكل بالأسطال، نشرب بالأسطال ونأكل بالأرطال ونذكر مع الرجال، كأنه يعني يؤكد على معنى، وهو معنى الذكر. والذكر نبه إليه الله سبحانه وتعالى وجعله أكبر من الصلاة، فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الذكر كما وصفه رسول الله وختم به البخاري صحيحة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل هذا أثبت أن الذكر له ما له في هذا المقام. طريقتان للوصول إلى الله، السالك المكذوب والمكذوب السالك. يعني واحد يبدأ بالجذب إلى الله فيدفعه هذا الانجذاب إلى العمل فيعمل شوقا ولا يستطيع أن يوقف جسده من الاشتياق للعبادة والطاعة التي يذهب بها إلى ربه، فهذا مكذوب سالك. وهناك من يجاهد نفسه ويقيم تلك العبادات ويستمر عليها ويكافح بها حتى يصل إلى مرحلة الجذب. هذه منح ربانية وفوائد ومواهب صمدانية يرزق الله بها من شاء وكيف ما شاء. تصنيف الطرق وطريق الله واحد، والخلاف بين جهلة مريدين. تصنيف الطرق أن هذا من قبيل المكذوب السالك أو السالك المكذوب، يعني نقول عنه عندنا في الجامعة تقسيم أكاديمي، يعني ليس واقعي. الواقع أن الشاذلية منهم من هو مكذوب سالك ومنهم من هو سالك مكذوب، فكلاهما يكمل الدائرة سواء هذا أو ذاك.
ما هو الأوفق للعصر؟ الذكر هو الأوفق للعصر، لأنه لا يحتاج لا إلى وقت ولا إلى شعائر وشروط كالصلاة مثلا، تحتاج إلى الوضوء وإلى القبلة وإلى ستر العورة وإلى طهارة المكان وإلى دخول الوقت، هو لا يحتاج إلى هذا، بل هو مطلق. ولذلك ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. تفضل. الدكتور عمرو الورداني، تفضل. رضي الله عنكم وارضاكم سيدي الامام العلامه. احنا في هذا العصر في تشابكات العصر على ما ذكرتموه سيدي فيما يتعلق باختلال المفاهيم، بدا استغلال الصوفيه بشكل غير مناسب، وخاصه فيما يتعلق بالاوراد وما يتعلق بالاسماء، من قبل فريق كبير جدا من الذين يريدون ان يبزنسوا هذا الكلام، يحولوه الى بزنس، فبداوا يتكلموا عن طاقه الاسماء وما الى ذلك، ويبداوا مرحله كبيره جدا جدا من قطع السند ما بين الاوراد وبين الطريق الى الله سبحانه وتعالى، ويبداوا اشياء كثيره جدا جدا تحت مظله الكلام عن علوم الطاقه وما الى ذلك. هذه في الحقيقه بدات الناس فيها يبتدعون اشياء كثيره جدا جدا، وبدات الاثار السلبيه تظهر في على الناس بسبب هذا. فهل هذا من قبيل اختلال المفاهيم؟ وهل هذا من قبيل نوع من انواع استغلال ما تقوم به الصوفيه من ارشاد الناس ودلالتهم على الله، ام كيف تقيمون؟ العالم لا يعرف الفراغ، فلما انسحب كثير من المشايخ اصحاب الفهم واصحاب العلم واصحاب التجربه، انسحبوا لفساد الناس ولكثره الفتن والمحن والإحن، ففرغ امام الناس في احتياجاتهم، هم يحتاجون هذا الذي يحصلونه من اليوغا او الزن او الطاقه او كذا الى اخره، فذهبوا لانهم لا يعرفون فين المشايخ، ما هو فيش مشايخ بتعلم هذا. ولذلك على ما يقوله الشيخ مختار او الدكتور مختار، الشيخ احسن. الدكتوراه دي حاجه بسيطه كده، لكن الشيخ ده يعني ايه حاجه كويسه. بيقول عايزين التصوف يظهر مره تانيه، عايزين الشيوخ دول يرجعوا مره تانيه. يعني نتذكر سيدنا الشيخ ممن ادركناه، الشيخ زكي الدين ابراهيم، او الشيخ حسن عباس، او الشيخ احمد مرسي، او سيدنا الشيخ عبد الله. يعني كانوا عارفين وفاهمين، فالناس لما لجوا اليهم وجدوا الحل، لكن لما افتقدناهم وافتقدنا غيرهم ممن لم ينزل يعني الى سوق الصبر مع الناس، حدث هذا الذي حدث. وانا ارى ان المسلمين بمجرد ان يروا الصحيح يتجهون جميعا اليه، يعني ليست المساله خطيره ابدا، لان كل هذه العلوم الحقيقه في اصلها راها الاولون وعرضوها على الكتاب والسنة، وصار بذلك علم التصوف. ثم بعد ذلك حدث يعني إدخالات فيها من قبل شرق آسيا، لكن حصل أيضا إدخالات غريبة عجيبة من قبل الأمريكان والإنجليز. فلما حدث هذا حدث نوع من أنواع الخلط، وال يعني العلوم التي مردها الباراسيكولوجي، مش العلوم الأصلية بتاعت تلك الحضارات العريقة،
فأصبح هناك خلط. كل هذا الخلط سيذهب عندما يأتي الشيخ الحقيقي فينزل فيثق فيه الناس. بس تفضل الشيخ مختار. بالنسبة لبعض المريدين معظم المريدين يعني بيعانوا من وجود خلق معين، يعني مثلا زي الغضب زي البخل زي الشهوة، فهل تكفي الأوراد والتزام الأوراد في زوال هذه الصفة، ولا لابد أن هو يعرض هذه الأخلاق على الشيخ بحيث أن هو يعني يضع له برنامج لخصوص هذه الصفة؟ في أمور شائعة بتساعد في هذا، من ضمنها أن يقرأ الفاتحة 3 مرات قبل الورد، فإذا كانت المسألة ذنب لا يستطيع السيطرة عليه ويتكرر وكذا يكثر من أجل هذا الصلاة على النبي. كل هذه الأشياء أشياء مجربة. عندما يقرأ المريد 3 فواتح قبل الورد، يعني إذا كان ذلك صعب عليه أو ثقيل عليه ترى أنه يسرت، والجميع قالوا لا ده حاجة كويسة والحمد لله. كذلك الصلاة على النبي، في إصرار عندي على ذنب وما صلي على النبي كتير من أجل هذا الذنب وقوم يزه ويروح. بس شكر الله لكم مولانا هذا اللقاء وهذه الإجابات، وبهذا اللقاء يفتتح المنتدى الصديق الثقافي إن شاء الله، فشكر الله لكم، والختام عند فضيلتك مولانا. خلاص إن شاء الله نجتمع، ونجتمع مع المشايخ برضو، لهم المشايخ دول مش سهلين، ما بقوش سهلين يعني، خدوا حاجات كويسة وذهنهم بقى مرتب وربنا فتح عليهم، فواحدة واحدة كده ومن مبدأ الصحبة ننطلق، وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدوركم.